سويت ريكوردينج مره سريع، ما ندري اذا بينزل المقطع هذا ولا في خطه الحين قاعدين نسويها. طرحها الذيب هذا وهذا قال احمد هذا مقطع يوتيوب. وش السالفه؟ اننا بنصيد اللي يهكر حساب التيك توك. ايه في واحد ضرب حسابي بالتيك توك، والان احنا سيناريو طويل مره ما ندري بيضبط ولا، فما ابغى اشرح في النهايه ما بيضبط، بس بنشرح بعدين. قبل لا ندخل وندخل بالسالفه وندخل بالعميق بالمقاطع، حاب اقول لكم يا جماعه ان يوم الام قرب ورمضان قرب، والواحد حاب يتجهز وبيضبط اموره، واحيانا يحتاج يجيب هدايا. مع نون عزيزي المشاهد ما راح تقدر تغمض عليك اذا حطيت استكس بيبل. اتوقع خلاص نون يعني انتم صرتوا تعرفونهم وانا اعرفهم، فما ندخل بالتفاصيل، لكن الان مجهزين لكم هدايا. اللي يبغى يهدي امه، اللي يبغى يجيب اشياء رمضان، توان كنتوا تبون تجهزون لرمضان من بدري او تبغون تجيبون هدايا يومين من منتجات الاكسبريس وتوصلك الهديه لعند باب بيتك. واذا استخدمت كود SXXB او SXBU يعطيك فوق التخفيض تخفيض زياده، وكل واحد وميزانيته. ميزانيتك 99 ريال 200 300 اللي تقدر عليه، تروح وتتسوق على راحتك، والله يسعدكم جميعا. رابط نون تحت، خذوا لكم فره يمكن يعجبكم شيء. كمل المقطع، بسم الله. طيب خلنا ننزل السماعة يا جماعة، واللي عنده مسليات ومفرحات يجيبها معه. ممتاز، اليوم احنا نبي نسولف. يوم الجمعة اللي فات يا اخوان، انا يا احمد قمت من النوم زي اي يوم طبيعي، صلاة جمعة ويوم اجازة، تفاجأت اني متهكر كالعادة. لازم ما يمر شهرين الا في حاجة يعني تنزل، لازم تعود. فكان الموضوع متدارك وطبيعي، سابي في الانستغرام تهكر. حلو نزلت تغريدة بتويتر بما في معناها انه حسابي تهكر يا جماعة، وانه مو بأنا والى اخره. ممتاز. في نفس اللحظات هذه كانوا عندنا ضيوف زي ما تشوفين بالصورة الان، فما كنت فاضي ابدا. الين تقريبا الساعة 9 الليل جاني واحد اسمه عبد العزيز، معنا بور حسابه طيجي. عبد العزيز هذا في الاثناء اللي انا كنت فيها عندي ضيوف ومشغول طلع بفكرة. وش الفكرة يا احمد؟ وش السالفة؟ ومين هكرك؟ بكل اختصار، اللي هكرني الان يمكن يهكرك انت بعد عزيزي المشاهد. كل شيء بتعرفه احتمال لك تنزرف زي ما انا انزرفت، لان الوضع الان مرعب، بقول لكم ليش. المهم جاني عبد العزيز هذا بعد ما خلصت شغل وقال لي احمد عرفت لك كل السالفه. قلت شو السالفه؟ قال اللي سرقوك مجموعه معروفين انهم دائما يزرفون حسابات. قلت له حلو، وش اسمائهم؟ ايش تعرف عنهم؟ قال انا الان جالس اجمع لك بياناتهم، سويت حركه واتوقع انها بتضبط. وكان جنبي فيرفل وهو يتكلم. قلت له وش الحركه؟ قال احد الاشخاص اللي كانوا بعمليه السرقه هذه نزل ستوريه انه داخل حسابك وان الحساب عنده، وهذا الشخص انا مسوي له فولو من زمان. قلت ايوه. وقال لي انا اعرف ان هذا الشخص اللي صورنا داخل حسابك في التيك توك، انا اعرف انه يبيع حسابات. افتخلت عليه بالخاصه الان وانا اكلمك، وجلست لي تقريبا 10 دقائق احاول اشتري منه احد الاغراض اللي عنده بحسابه في الانستا، كاني انسان طبيعي ولا ابغى اعرف اي شيء عنه، والهدف انه يعطيني معلوماته الخاصه. قلت ايوه. طيب اذا جبنا معلوماته؟ قال اذا جبنا معلوماته نقدر نشتكي عليه. قلنا حلو، طيب شو نسوي؟ فصارت الخطه الاولى على ان احنا نتواصل مع الشخص هذا بحساب ثاني كاننا بنشتري اي شيء عشان ناخذ معلوماته وبياناته ونوصل للراس الكبير. جاء فيرفول قال احمد اضغط ريكوردينج، ما يضر ممكن نطلع بشيء، تعرفوني ما اوفر المحتوى. بسم الله ندخل الان وارجع لكم بعد شوي. يلا بس المبلغ. لا 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 اصبر اصبر، احول لك ما جاك شيء يا اخي، بحول يمكن اسحب لك. لا اصبر لا احول ريال، تاكد. لا بقول لك بحول مبلغ، بحول لك نص المبلغ والنص الثاني اذا جيتني واتس عشان اضمن. لا كذا واضح. لا هذه لا واضح كذا واضح. لحظه لا هذه احسن طريقه. طيب شوف في فكره بس ما ادري تضبط. وش قل لك؟ اسمع قل لي احول ريال، حول ريال حول ريال. لا ولا قل عشان المبلغ مره قليل، ترى سي سي بي اصلا عندك. سي سي بي؟ لا ما عنده. قال لي ما عنده. عندي والله كلنا مبسوطين. يا رب والله انا مبسوط وقت طز بحسابي ابغى مقطع يوتيوب. والله اني ادري الحساب شوف والله العظيم ما ادري اذا انت الحين بتنزل، والله ما ادري بينزل، اقسم بالله ما ادري بينزل ولا. شوفوا ما بحرق عليكم، بس غالبا اذا نزل ما تنجح والله، ولا ما دخل الا بشرط. وانتم متاكدين ان هذا هو؟ هذا من الناس، هم ثلاثه سارقين حساب. ايه هذا واحد منهم دخل يوم سوى كذا في الحساب. ابك خرف لامه تاكل بال 30 يسحب علينا. قول واتس، قول تعال واتس. لا تعطيه 30 تقول ما بشك. تعال واتس مره بشك. قل له قاعد احاول. قل له لو احول لك ما راح تجيك. ايه بس اذا تبيني احول لك حواله سريعه. صح هو يبيها مستعجل. اي تبي حواله سريعه لازم رقمك. ان اليوم الجمعه. قول ياخذ وقت. لانه ويكند. قول يا انك تصبر ادور 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 راجحي، او تعطيني رقمك احول مع ايش لعب الرقم. ايوه انت تقول في الراجح في خيار تحويل بالرقم. اي ادخل الان. طيب ادخل الان وصورها. يلا حلوه هذه. هذه حلوه. يا كيف يا عيال تضبط يا عيال لو ضبطت مقطع الموسم.
اول وجهك رقم ودق عليك ايه على طول سبيكر كله وصلك كله بتاكد وصلت هي من جوالك عندك عليه الحين الحين لا هي احمد استنى انا احول الاول احول الحين على ايش بيصير يوم اعطاك الواتس على نظمك ايه حلو ليتس جو خلاص عندنا رقمه اعط رقم اعط رقم اعط رقم والله العظيم اللي حط اعط لا خله يعطيني احمر احمر وبلو خله يعطيني احمر بملك رقمه افتح نمبر بوك انا بفتح ايش بعد غيره في قد كونتاكت حلو ايش بعد قرب تعال ولد كنت اصلي العشاء الله اكبر على الصلاه الله يزن ايه كان في كيان ايه قول رد 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 قول رد انا العشاء شيطانك طيب اتصل 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 صارت العشاء الساعه كم اتصل لي تعال 9:30 شوف بعطيك 3 ثواني يا بابا 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 بخرش التخريش في عاده كانت موترتنا طول الوقت ان ما ندري هل الرقم اللي اعطانا اياه على الواتس هل هو صحيح او لا هل هو رقم ولا رقم واحد ثاني الرقم سعودي طالع لنا بس ما ندري رقمه او لا جاء في رفق قال حركه ذكيه قال طيب يا عيال ليه ما ندخل حسابه بالانستغرام ونسوي لوج ان بحسابه ونسوي استرجاع كلمه المرور عن طريق رقم الجوال حقه ونشوف اخر رقمين بالاسترجاع ايش بتكون ونطابقها مع الرقم اللي اعطانا اياه اذا طلعت اخر رقمين متشابه معناته رقمه ومعناته صدناه ايه هذا رقمه رقمه؟ ايه صو شيء يعني هذا رقمي تعال ورس لوس لوس قرب 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 جاب 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 تعال واخذ خروشتين وبدقك يدقك سبكر لا تقلق انا اكلم انا اللي اتكلم انا البداية لازم طيب قل له بدق عليك فيس كام ولا تتكلم بطلع وجهي وبخرش لامه لا واضح خله خلاص خربان بدون وش قول له قول له قول له قول له ما يحتاج قول له ما يحتاج اسمع الحين بخرش لامه ها يعني جوالك ايش يعني جوالك لا لا كتب لي خلاص اصبر شكله بدق لاني صار قلت له خلاص ما يحتاج يعني كني كنسلت ما بيشتري قال لي خلاص اصبر ايوه عمري يا عمري وترني يا عيال وترني كذا تعال قرب شيء كام والله انه وهذا كم الرقم؟ يا عمري رده طيب كانت المحاولات الآن أن احنا نكلم أحد الأشخاص اللي معاهم الحساب عشان يجينا واتساب ونقدر نقول له يا فلان ترى جبناك احنا ما نبغى نشتري منك احنا نبغاك ترجع الحساب اللي زرفتوه قاعدين نحاول الآن كل هدفنا نجيب رقمه نترككم مع اللي صار يقول ما بيبلك طيب بعد ايش؟ لا عدك ما بيبلك صوت صوت الكل صوت الآن وجهك 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 ما رح يحصلك طيب اسمع حلو أبعطيك دقيقة بالضبط اتكلمني رجال الرجال اتكلم معك والله دقيقة واحدة بالضبط فخلني أكلمكم خلص الموضوع سريع سريع يقول لي آمر قال لي آمر قل عرف من أنا لا عرف عرف ايه؟ عرف شنك آمر لا الآن اتصل ممتاز قل عندك دقيقة قال لي أح قال لي أح ممتاز رد جوال عشان الأمور تعدي حبية ايش رايك؟ يس ريكوردينج اوديو ما في ريكوردينج قاعد اسجل صوت قاعد اسجل صوت انا 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 بسجل صوت مشاكل وانا اخوك انا مالي ترى في المشاكل ولا اي شيء ترى اخوي اللي سحبه ولا اعطاني باسه ولا اي شيء قلت له صور وعطني ممكن اكتب لي اصور لك صوت تبي تنام انا الحين بنام وقسم بالله لو تبيني اصور لك انه ما اعطاني الباسورد صورت لك طول لك الحين بس اعطني دقيقه قل له هذه تستر فوق الجريمه لي صوت صوت يا صوت ممتاز اسمع يا ابن الحلال والله ما ابغى اضركم يا حبيبي انت بحسبه اخوي الصغير انا جيتك الان باسلوب اعطيتك اياها رد علي صوت الان جوال خلنا نحل الموضوع ابي معلومات اخوياك كلهم كل شيء ايه استاذ لا لا ارسل لي حاجه عشان اعرفه هذا بس اوكي عارف هذا اللي ارسل هذا 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 يقول ما عندي حساب هو إيه ما اعرفه صوت عيال احمد طيب قال ابي احب اسامي اخوياك طيب الحين بترد علي وعلى فكره الكلام كله مسجل فلا تكذب باي شيء تقوله ما عليك ممتاز ممتاز ركز معي الان
الرجال اللي قاعد تكلمه بالانستا هذا سالفة انك تقولي خوي ما عارفه ما ايش هذه ما راح تمشي. انت الان دخلت معاه بنفس المشكله، يعني مشكلتك ومشكلته واحده، فحلها بطريقتك باللي تبيه، ما لي دخل انا. الان الرجال اللي جنبي قاعد يسمع كل شيء، ركز في كلامي. اللي دخلت معاه في حسابك بالانستا اللي ارسلت له، مين هذا؟ الصراحه اني ما اعرفه. عطني اسمه. حتى اسمه الحقيقي ما اعرفه، بس ابغى اجيبه واجيب له. كيف ما تعرف اسمه؟ كيف تتواصل معاه؟ كيف قاعد ياخذ منك مقطع؟ يعني على لقب ما خلي اذا توصل معه على اسمه. كم لك تعرفه؟ من اسبوع. راعي الحساب، راعي الحساب اللي زرف الحساب. ايوه. يزرف حساب بالتيك توك اللي اسمه شونجكس بونج واي تي. هذا الرجال ايش تعرف عنه؟ ما اعرف عنه اي شيء، اقسم بالله لو تبي اصور لك كل شيء علمني بس وش تبي بالضبط. انا اعطيتك العلم الان. جيب لي رقم اللي خذا الحساب او اسمه، انا اطلع رقمه. خلاص تم. بحسب لك 5 دقائق، الان 5 دقائق وتصرف. ما اقدر اجي بعد الحين. تصرف يا ابن الحلال، انا ما اقدر اقعد طول اليوم مكاني هذا. اسمع انا مش بسوي هذا، بقول اني بندر يوزر ويبغى ينقل يوزر، بقول له هات رقمك عشان اطلب رقم، واذا اعطاني رقمه بعطيك اياه. تصرف جيب لي رقم. يلا حلو فكرة. يا رب ايوه اسمعك. اقسم بالله اني دقت عليه ما يرد، والله العظيم كذا ما يرد. مين مشكلتي يا حبيبنا؟ يا حبيبي انا اصلا ما دخلت الحساب من الاصل، قلت له هو صور لي وطلعت، انا ما سويت من اي شيء. طيب ممتاز. الساعه 10 الان، ممتاز. 10 و10 دقائق عندك بالضبط، ما جاني الحساب. بالتوفيق لك، وانا بسويت اللي علي وزول. السلام عليكم. اعطوني اياه. جاب رقمه. ادق عليه. خذ الرقم. اسكت. طب وش اسمه؟ خلينا نبحث اسمه. يلا روق. فارمنج. يلا ليتس جو يا عيال. بس مم. طلع. الو. السلام عليكم. كيف حالك؟ ساك طيب؟ الحمد لله حبيبي. الله يسعدك، كيف امورك؟ تبي نطول معك اللي زرفت حسابه، تبي نطول الموضوع ولا نقصره؟ اختار براحتك. يا ابن الحلال، انا اللي زرفت حسابه معك شونق، انا حاليا المكالمه مسجله هذه. طيب المكالمة هذه مسجلة، فأنا أبغى حل الموضوع الآن. بلغت اللي عندي، قالوا هذا رقمه، تبي تكلمه قبل تثبت القضية أو تخليها، عشان يكون بعلمك. بس المعلومات كاملة مسجلة عند الشباب، الله يعطيهم العافية ما قصروا. اللي سويته أنت، أنا والله العظيم إنهم قاعدين يقولوا لي ممكن إنك تأخذ حقك وزيادة، لكني ما أبغى أوصلها للمحاكم. فعشان كذا يا حبيبي الغالي، عندك الآن أمرين، وأنا فاتح السبيكر والله العلي العظيم، وان الشباب الان كلهم جنبي قاعدين يجبروني على اني، شباب طبعا ماخذهم معي، يجبروني على اني اصمل بحقي واكمل. لكن رجال انا ما ابغى اضرك ولا اضر الناس اللي حولك. فالسؤال كالاتي، بترجع الحساب الان؟ بيجي رساله على جوالي اي ولا لا؟ طيب ممتاز. ارسل لي على الرقم هذا واتساب، انتظر منك الان. توفيق لك. الرجالة قم لازم باتك شد على أشياء وارتخ على أشياء. هذا إذا هيطت عليه بيشد معاه. ارتخ عليه والله العظيم إنك ما تكون مكاننا. طيب الحمد لله تبكين إجرامي. أرسل باتك الآن. لا تقوم أثرت. يا عيال لو يرجع الحساب، يا ساتر والله بتصير هفله يا عيال. فير والله لو ينزل المقطع.
يلا على بابك يا كريم يا كريم ما خاب طلابك يا كريم يا كريم يا رب العباد يا كريم ربي أربعة اثنين يا رب يس يس لوك ات سكسس يا ارجع مرجله ارجع ارجع امه الله راح تلقى احتال فوق مين غير بس طبعا انا فرحان هنا وارجع مرجله رجع الحساب الامور طيبه كل شيء مبسوط ونزلت تغريده بتويتر انا رجع الحساب يا اخوان مستوى بالله ما كملت 10 ساعات ثانيه اليوم اللي بعده وانا فرحان لا تحسبوني خلصت تعرفون تحسبونا خلصنا هنا لا عزيز المشاهد تونا بدينا الان بعد ما مر يوم من رجعي للحساب واحنا مبسوطين وحسيت بالانتصار صحيت الظهر يوم اللي بعده اللي هو يوم السبت او الاحد ناسي شوي الحساب منزرف مره ثانيه ونازل فيه بوست وراسي حار احتريت شلون يعني ما يكفي اللي سويته انت اني خليت الموضوع يمر بين ايش السالفه يا الله ايش السالفه عرفت ان الموضوع ما ينفع يمر كذا ما ينفع ودي الموضوع الان مو هو بيدي ولا بيد اي شخص التيك توك عندهم ثغره يا اخوان للي ما يدري الان حساب احمد شو تهكر حساب اوسمز تهكر حساب مشاهير في التيك توك كثار تعرفونهم انتم تهكرت شلون يا احمد قاعدين يهكرونكم عن طريق ثغره الثغره هذه من التيك توك نفسه وجالسين الان يحاولون يضبطونها كيف تعرف اذا حسابك بيتهكر او لا عايز المشاهد بسيطه جدا في خمس اشياء اذا تاكدت انها موجوده عندك امورك طيبه بسم الله نبدا تاكد ان رقمك اللي انت رابطه بالحساب يكون مو معروف عند احد انت فقط اللي تعرفه ومو منشور الايميل الرابطه بحسابك بالتيك توك يكون مو معروفه ورابطه بحساب ثاني موقعك ومدينتك ودولتك لا تخليها ظاهره عند احد ابدا معلوماتك الشخصيه خلها مخفيه في حسابك تاريخ انشاء الحساب التاريخ لا يطلع ابدا لانه يقدر يدخل عن طريق برضه التاريخ ويسوي استرجاع خمسه اربط حسابك بجوجل ولا بفيسبوك عشان يكون عندك امان اكثر على نفس الحساب اذا الخمس الاشياء هذه سويتها امورك طيبه واذا ما سويتها احتمال ان الشخص يقدر يخترق الحساب بكل سهوله هذا مو كلامي هذا الكلام مستقبلا عرفته بعد ما صرت خوي الهكرية ذولي اسمعوا انا ممكن هكرية هذول يطلعوني وممكن الان انا حسابي مره ثانيه ينزل انا ما ادري يعني الوضع الان صاير خرابيط في التيك توك والله خرابيط حمايه ضعيفه جدا العالم كله قاعد تتصفد وكثار جدا الان قاعد يجيهم رسائل استرجاع ورسائل اختراق ان الثغره هذه جديده واللي عرفوها ناس هنا ابى اقول لكم بعض المعلومات اللي وصلتني انا يا احمد واللي ممكن اشاركها معكم حبه حبه الان انا حسابي باليوم الثاني انسرق مره ثانيه ورحت الان وصلت لمرحله اني خلاص ما عاد اقدر اصبر لازم اوصل الموضوع للحكومه لان الحكومه لو دخلت بموضوع زي كذا بتحل لك بدون وجع راس فاي شخص يديه زي ذا الموقف على طول توجه الى حاجه معروفه عند الجميع كلنا امن وش كلنا امن اي جرائم معلوماتيه اي عمليه اختراق اي شيء في السوشيال ميديا ممكن ياذيك هذا المكان يضمن حقك يا جماعه احنا قاعدين نتكلم على حكومه كامله يعني اذا انت انسان تخترق او انت انسان تضر احد باي شكل من الاشكال والله العظيم ان جيبتك سهله تكلمت في البث المباشر بالتفصيل عن هذه السالفه وعن السالفه اللي صارت لي بعد ما تهكر حسابي للمره الثانيه ما ودي صراحه افتحها وادخل بتفاصيلها لكن بعطيكم بعض الاشياء اللي ممكن انتم تستفيدون منها مستقبلا يوم تهكر حسابي للمره الثانيه انا رجعت اتصلت بنفس الشخص اللي هكرني المره الاولى قلت له انت ما تتوب ايش وضعك قام يحلف ويقسم انه مو هو بانا وانه مالي دخل وان اللي صار هذا مو هو بيدي قلت له لا اذا الموضوع بيستمر كذا اسمح لي انا راح اروح الان اقدم الشكوى بشكل رسمي اوضح فيها الاغلاط اللي انت سويتها من جهتك وانا ما راح اتخذ معك اي اجراء انا تعبت وضاع من وقتي كثير احتاج ان حسابي يرجع عشان ما اصدع واتشتت بامور ثانيه الرجل قال هذا لا وانا مالي دخل وبسوي اللي تبغاه قلت يا فلان انا ما ابغى منك شيء والله العظيم ما ابغى اضرك زي ما سمعتوا كلامي انا بس ابغى حسابي وابغى اقفل السالفه فجاء الشخص اللي هكر حسابي اول مره وتعاون للامانه تعاون واعطاني جميع المعلومات اللي احتاجها وقدرت منها اعرف اشياء بوضحها لكم المجموعه اللي تخترق الحسابات هذه عباره عن 5 الى 6 اشخاص بدون ما اذكر اسمائهم انا اعرفهم ممكن بعضهم يطلعوني الان يا جماعه هذا الكلام موجه لكم انتم والله العظيم اني انا يا احمد ما ابغى ضرر لكم شخصي او اي شخص مشهور ثاني لكن اللي تسوونه هذا ممكن يقطع رزق ناس كثار وممكن يضرهم فانت الان اختراق هذا اللي قاعد تؤذي فيه الاشخاص
ممكن تسأل عنه بطريقة قانونية وتحاسب. لا تحسب انك انت اذا تحت 18 معناته ما يمشي عليك القانون، لا والله، ويشهد علي الله اني يوم رحت اليوم اللي بعده خليت الموضوع، طبعا انا رحت وقدمت اوراقي وسولفت بسالفتي كاملة عند الجهة المختصة ووضحت لها وش الاجراءات اللي علي، وكانوا متعاونين معي جدا. عشان كذا بوضح لك، اذا انت تحت 18 فوق 18 والله القانون يمشي عليك، العقوبات تطبق على الجميع. اذا انت غلطان ومخالف صدقني راح يلحقك اللوم، ومعناته اذا انت صغير او اذا انت بغير حسابك او اذا انت بغير رقمك ان امورك طيبه لا ما حد بيعرفك. يا ابني انت تتكلم مع حكومه مع دوله تجيبك من اي مكان اذا انت غلطان، فانت بانك تحاول تتلاعب هذه الطريقه كيف قدرت انا اجيب رقم؟ انا يا شخص واحد معي 2-3 قدرت اطلع رقم واحد، وبالك بحكومه دوله يا مجنون والله اللي يجيبونكم. فاللي قاعدين تسوون هذا ضرر عليكم، ممكن تحاسب وتروح سنوات من حياتك او تجيك غرامات انت في غنى عنها تضرك. اذا انت تحس انك موهوب وتحب البرمجه والتهكير والامور هذه روح يا اخي ضر المواقع السيئه تجي عندنا. احنا نعتبر من الحسابات الكبيره بالدوله اللي نقدم لها فوائد. يعني انا مثلا جت بفتره من الفترات شاركت بحاجه في موسم الرياض، حاجه تبع الحكومه، حاجه انا فت فيها، مبادرات ومؤتمرات زي مؤتمر النيابه العامه كنت مشارك فيها تطوع، فانت قاعد تضر احد اكبر حسابات بالدوله، وهذا الشيء عليك فيه حق عام وعليك فيه حق شخصي اللي هو علي انا. انا قاعد اتكلم بسرعه ومنفعل لان الموضوع هذا شرحته كثير ولا ابي اطول فيه. المهم في شيء اسمه الجرائم المعلوماتيه، وتعريفه بجوجل وتدخل عليه هو بما في معناه انه كل ما يتعلق بالحاسب الالي من معلومات عبر الشبكه والى اخره. هذه الجهه يا جماعه تضمن لك حقك وباذن الله ما يقصرون معكم، بسيط جدا، عن طريق كلنا امن او عن طريق اي قسم تقدر تشتكي على الاشخاص اللي ازعجوك. انا يوم رحت يوم السبت هناك وجلست ساعتين شفت قدامي اشياء يا اخوان يعني مخي ما كان مستوعبها. ليه؟ قاعد اشوف ناس تشتكي على اشياء بسيطه مره لكن لهم حق فيها، سواء تنمر، سواء فلان صور، فلان سوى شيء، فلان سرق مني، فلان هكر. حط ببالك ان باذن الله ما يضيع لك حق، لكن عزيزي المشاهد لا تكون من النوع الخفيف اللي يلعب عليك كلمه كلمتين. يوم تعمقت بموضوع التهكير والسرقات اكتشفت ان في حسابات، يا ساتر الانستغرام، يا ساتر يا الانستغرام، زرفات الارض قاعده تصير. شخص ما تعرفه، شخص عنده كم فولورز تروح تضمنه، تحول له مبلغ، تاخذ منه معلومات، تاخذ منه حساب، انتبه من ذي الاشياء، مو تنزرف بعدين تزعل اذا صدقت ناس نفس كذا، هذه مصيبه، فانتبهوا اعزائي المشاهدين. طبعا مو الكل وما اصيغ الجمع، لكن في فئه هدفها فقط انها تسرق، نفس اللي صار معي وواجهته انا وواجهه العيال احمد شو اوسمز والباقيين اللي تهكروا. والله اني ضعت بالكلام ولا ادري وش كنت ابغى اوصل لكم، لكن خلاصه الموضوع كامل، يوم انسرق حسابي للمرة الثانية رحت وخذيت جميع الأدلة والبراهين وكل شيء مسجل عندي، ورحت سألت إيش أسوي الآن. بعدين جاني واحد قال تواصل معاه للمرة الأخيرة وشوف إيش وضعه، هل يبغى الشخص هذا يصمر على موضوعه وينضر ولا يبغى يحلها، شوف إيش السالفة. فقدرت اللهم لك الحمد إني أرجع مرة ثانية أتواصل وأعيد نفس السيناريو لين ما أجيب نفس الشخص وأكلمه. كلمته قلت له فلان اللي قاعدين يسوونه هذا طال، انا بضطر اني اقدم الان شكوتي، واذا استمر الموضوع هذا راح اسعى انا شخصيا على اني اشوف كل واحد سواء داخل المملكه او خارج المملكه له يد وصله بالموضوع. والحمد لله قدرت ارجع حسابي، وما استبعد صراحه انه ينسرق مره ثانيه لانه التيك توك حاليا ثغراته لليل وكثار مشاهير قاعدين يسرقون وينزرقون. تماما يا اخوان، اعتذر جدا اذا اطلت عليكم بالسوالف، لكن حسيت اني يمكن افيد ناس كثار ووعي ناس كثار بهذا المقطع. اتمنى انكم استمتعتوا فيه، مقطع شاطح جدا ومقطع غريب، وان شاء الله انه ما يصير مره ثانيه. الله يسعدكم جميعا والله يهدي اللي بالي بالكم وتعرفونهم زين، وان شاء الله انهم يمشون سيده. شكرا لكم مره اخرى، لا تنسونا من اللايك والاشتراك. نشوفكم يوم الاحد بمقطع ثاني، دمتم سالمين، السكس بي دائما، سلام عليكم.